معنا من نيويورك الصحفي في مجلة ناشونال ريفيو جون فوند. أهلا وسهلا بك سيد جون. هذه الأرقام التي تابعناها، يعني إلى أي مدى اليوم يمكن ربط ما يجري في الأشهر الثلاثة الأولى من صدمة للاقتصاد بهذه الأرقام التي تابعناها على مدى التأثر السلبي في حال فعليا استمرت هذه الحرب؟ من الواضح أن الحرب أدت إلى تباطؤ الاقتصاد الإسرائيلي، فال220 ألفا من الاحتياطيين الذين هم جنود احتياطيون تم تجنيدهم وموجودون الآن في الجبهة. هؤلاء الناس هم شباب وهم من الذكور خاصة، ويعملون في التكنولوجيا العالية وفي الطاقة، ويعملون في قطاعات مهمة للاقتصاد الإسرائيلي. من الصعب طبعا ملء تلك الأماكن الشاغرة، وطبعا العقود طبعا لا يتم الوفاء بها، والاقتصاد الإسرائيلي يعاني لأن 200 ألف من الموظفين المهرة موجودون في الجبهة. بثلاثة أشهر نتحدث عن 18 مليار، وهذا ما ذكرته أيضا بسبب وجود أيضا جنود احتياطيين الآن خارج شركاتهم، وبالتالي إلى أي مدى يتحمل الاقتصاد الإسرائيلي تبعات هذه الحرب؟ الأمر يعتمد على إرادة الشعب الإسرائيلي، ولحد الساعة فهم لا يزالون متمسكين لأن هناك غضبا كبيرا بعد هجمات 7 أكتوبر. لو استمرت الحرب ل5 أشهر أو 12 شهرا، فأظن بأن الاقتصاد الإسرائيلي سيعاني ربما بخسارة 40 إلى 50 مليار دولار، وطبعا هذا يمثل حوالي 10% أو 8% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي لكل الخدمات والسلع، وهذا عبء كبير على الاقتصاد. ففي مثلا في ذروة الحرب الأهلية، الولايات المتحدة أنفقت 5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في مواجهة الاتحاد السوفيتي. إذا نظرنا إلى الوضع الجيوسياسي فليس هناك أي شيء للتسوية، فحماس رفضت كل العروض، الإسرائيليون رفضوا أيضا بأن يوقفوا العمليات في غزة. إذا على مدى الأشهر القليلة المقبلة لا أرى تغييرا. نحن لا نعرف طبعا كيف سيكون الرأي العام الإسرائيلي بعد 6 أشهر أو عام، فربما سيكون الأمر محبطا جدا، وستكون هناك ربما فقدان للوظائف وضغوط ربما، ولكن أنا ربما لا أراهن على ذلك. والخوف اليوم سيد جون دائما بحسب هذا التقرير وأيضا من الناحية السياسية والجيوسياسية لكل ما نتابعه منذ 3 أشهر، هناك أيضا احتمال لتوسع رقعة المواجهات لتمتد إلى شمال إسرائيل بحرب أوسع ربما مع حزب الله. كيف سيكون عندها أيضا التأثير المباشر وغير المباشر؟ لأنه 3 أشهر 18 مليار نتحدث فقط عن غزة، ولكن في حال توسعت إلى جبهات أخرى هل تختلف النتائج؟ بكل تأكيد لو كانت هناك جبهة ثانية في لبنان فهذا سيعني احتياطيين أكثر ليكونوا هناك، أي أنه ربما سيتضاعف الرقم وسيؤثر على الاقتصاد سلبيا. ولكن هناك جبهة ثالثة وهي الحوثيون في اليمن الذين أطلقوا المئات من الصواريخ الباليستية والمسيرات منذ نوفمبر، وهم يدعون أنهم يستهدفون السفن التي تذهب إلى الموانئ الإسرائيلية، ولكن في الحقيقة هم أغلقوا التجارة في البحر الأحمر. هذا سيكون له تأثير عظيم على الاقتصاد الإسرائيلي لأن هذا سيعني عرقلة سلسلة الإمدادات. ومتى يمكن الحديث اليوم عن الانعكاسات السياسية والقرارات على الاقتصاد؟ يعني في حال انتهت هذه الحرب بأي نوع من التسوية؟ إلى أي مدى اليوم أيضا تفاصيل التسوية المرتقبة يمكن أن تنعكس على الاقتصاد؟ في الشرق الأوسط طبعا المقولة هي أنه ينبغي رؤية ما يفعله السياسيون وليس ما يقولونه.
فليس هناك صدمة لك أو لمشاهديك بأن هناك العديد من الحكومات في الشرق الأوسط لا تريد أن تستمر هذه الحرب، فهم سيبحثون عن تسوية. فهناك طبعا روابط اقتصادية بين بعض الدول في الشرق الأوسط وإسرائيل، وهناك قلق بشأن الوضع الإنساني في غزة، لأن مع طبعا التوترات ومع التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي، فحتى مثلا الوضع في غزة مأساوي، فهي مثل مخيم للاجئين، أكبر مخيم لاجئين في العالم. وفي الضفة الغربية 100,000 من الفلسطينيين كانوا يعبرون الحدود للعمل في البناء وغيرها من الأعمال الأخرى في إسرائيل. إذن هناك الآن ارتفاع في البطالة وسوء تغذية. إذن العديد من الحكومات في الشرق الأوسط تريد تسوية، ولكن المشكلة هي إقناع الطرفين في وقف الحرب. شكرا جزيلا لك من نيويورك الصحفي في مجلة ناشونال ريفيو جون فوند، شكرا جزيلا.